الطريق هذه سببت حوادث. تلقى واحد يبي يتجنب الحفرة هذه ياخذ على اليسار، يجي واحد تاني يخش فيه. هي طرق أساسا العمر تفاضي منتهي، تعاني من شقات طولية عرضية، حفر، أضرار بالغة. السيول اللي جت في الأخير هذه أدت إلى انحراف تام في بعض المناطق للطريق. هنا في مدينة غات باتت الطرقات حقولاً مفخخة تحصد أرواح مرتديها، فأغلب المسالك مدمرة وغير صالحة للعبور، أوضاع ندد المواطنون بخطورتها مطالبين الجهة المسؤولة بالتدخل العاجل. الطرق حقيقة في غات أصبحت متهالكة جداً جداً جداً. أحد الطريق ممكن نقوله إحنا في غات هنا من سنة في الثمانينات، والطرق الآن حتى مع هبة المطر التساقط الأمطار الخفيفة بدأت الطرق خلاص معاش، يعني أنت كقائد مركب آلية تجي في الطريق حفر وتضررنا حقيقة يعني في بهالموضوع هذا. احنا نأمل أن من جهات ذات العلاقة اللي هي المواصلات أو حتى البلدية أنها تساهم حتى بجزء بسيط في زي ما نعرف في ما يسمى بالسفلت البارد، يجيبوا منها حتى كميات بسيطة ويحاولوا أن يعملوا صيانة خفيفة لهالطرق اللي حقيقة أصبحت متهالكة ومعاش اسمها طرق، حقيقة أصبحت زيها زي الطرق الترابية. في مكان تلقاه مقلوع مرة واحدة، طريق قطران ما في قطران، مقلوع. والحقيقة الطريق هذه ضروري تبي صيانة، سواء من هنا من غاد لغاية شد لين سبها قريب. الطريق هذه تبي صيانة من جديد، والأفضل تندار طريق واحدة ثانية بدلا من هذه خلاص تلغى مرة واحدة تندار في مكانها طريق ثانية يكون أحسن وأحسن. والله نطالب الجهات المسؤولة بالنظر في حالة استثنائية لمدينة غات، لأنها تبعد عن طرابلس حوالي 1800 كيلو وعن سبها حوالي 600 كيلو. والله نتمنى يعني ان ينظروا لها نظره جديه من وزير المواصلات. نرى عقود انها توقعت لكن لا شيء على ارض الواقع. والله نتمنى يعني من مسؤول وزير المواصلات ان ينظر الى هذه المدينه نظره جديه اكثر. يعني شكاوى المواطنين دعمها مهندس الطرقات الذي اكد تهالك المسالك وانجراف بعضها بالكامل جراء السيول. الطرق أساسا العمر تفاضي منتهي، تعاني من شقات طولية عرضية، حفر، أضرار بالغة. السيول اللي جت في الأخير هذه أدت إلى انحراف تام في بعض المناطق للطريق، يعني زالت طبقات بالكامل، يعني مما يؤدي على خطر بالغ على الناس اللي يستعمل في هذه الطرق هذه. وإحنا بدورنا كمختصين نوصي بالصيانة العاجلة لهذه الطرق هذه، لأن هذه المشاكل اللي موجودة في الطريق هذه قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح، حوادث في الناس في غنى عنها. يعني أقدر الله هذه لا يستحد يوقفها، لكن ما تساهم أنت كإنسان فيها بأنك تشحف الأضرار هي موجودة حفر وكذا وما تجري لهاش أي صيانة، باش أنك أنت تتفادى الحوادث هذه اللي قد تنتج من هذه المشاكل اللي موجودة في الطرق هذه. طرق متهالكة وغير صالحة للسفر والتنقل، بل باتت في كثير من الأحيان منفذا للموت. هكذا تبدو الطرقات في غات منتهية الصلاحية ودون صيانة. طبعا أولا نبدو بطريق غات وباري. طريق غات وباري طبعا طريق أنشئ من سنة 1981 تقريبا ولم تم الصيانة فيه، وطريق متهالك ومنتهي، يعني منتهي الصلاحية وغير صالح للاستعمال أصلاً.
وطريق خطيرة جدا ويتعرض أهلنا لحوادث سير دائما فيه، وشيء لا يخفي على حد، يعني فيش حد ما عندهش خلفية على الموضوع بالنسبة لطريقات كدولة كلها أو مواطنين كلهم أو كدولة كلها. وأيضا طرق في داخل غات، أيضا طرق اللي يربط مثلا المناطق غات من العوينات اللي عندي سيئة نفرضه، حتى هي طرق يمكن حتى هي يمكن انتهت وتبي صيانة أيضا حتى هي، أو طرق الفرعية الموجودة في غات حتى هي متهالكة، وآخر شيء ما ما السيل اللي جانا يمكن في 2019 أنهى الموضوع يعني. تسعى الجهة المسؤولة بمنطقة غات إلى إيجاد حلول عاجلة لمشكل الطرقات الذي بات خطراً يحدق بأهالي المنطقة. وعن الخطط المزمع اتباعها حدثنا عميد غات المكلف. تم إعداد مقايسة للموضوع هذا كله بالنسبة للطرق الفرعية فقط، يعني الداخلية في غات كتربطها كلها، كتربط المنطقة كلها بالمناطق التالية المجاورة زي فيوت وتهاء وبركت وايضا تنجرابا، احنا بنديروا في طريق، ودرنا مقايسه وتم عرضها على وزاره المواصلات في طرابلس حكومه الوحده الوطنيه، والحمد لله يعني تمت الموافقه على يمكن حسب ما ورد الينا من باشمهندس بلال التركي ومدير مكتب مشروعات انها تمت موافقه على 40 كيلو ان شاء الله. يحاول المسؤولون في غات لفت انتباه السلطات العليا في ليبيا لخطر الطرقات المتهالكة، لكن رغم المحاولات الحثيثة للإصلاح والثروات التي يحتوي عليها الجنوب، لا يزال إقليماً مهمشاً يعاني من الإهمال واللامبالاة.